السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحول مشروع الزراعي إلى مشروع صناعي؟ أغلب الفلاحين أو المستثمرين بيعانوا من موضوع تسويق الإنتاج عندهم بالمزارع، مهما كان نوع المشروع الزراعي، سواء كان خضار سواء كانت أشجار مثمرة، ففي معاناة في موضوع تسويق هذا المنتج. يعني بعد ما أنا أسست المشروع وسويته بيبلش عندي موضوع تسويق الإنتاج، في صعوبة كتير. فنحن ننصح على طول المستثمرين والفلاحين بتحويل هاي المنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية. والهدف هلأ إذا شفنا أغلب الشركات الزراعية العالمية الكبيرة، أغلب الشركات حتى الصغيرة، فبيحولوا منتجاتهم من منتجات خامة إلى منتجات صناعية. شركة مراعي عندها مزرعة أبقار، ما بتبيع الحليب المنتج خام، حليب تبيع للسوق، لا، بتحول هذا المنتج إلى ألبان وأجبان. شركة توركو شركة معروفة، شركة تركية عالمية معروفة، عندها مزارع وعندها أراضي زراعية، هاي الإنتاج اللي بيطلع عندها كله بتحوله إلى مواد غذائية، بتصنعه عصاير، بسكوت، عندها ألبان، أجبان، لحوم، بتحول المنتج من منتج خام إلى منتج صناعي. والهدف زيادة الأرباح. ليه؟ لأنه أنت كمزارع أو كمستثمر في موضوع القطاع الزراعي، أنت بالنهاية اعتمادك على أنك تحصل أرباح عالية أو عائدات عالية أو تغطي التكاليف. فتقلبات السوق خاصة كمواد خام بيعانوا منها أغلب المستثمرين والفلاحين بالتسويق المواد الخام، لما بيطلع عنده الإنتاج سواء كانت خضرة أو فواكه، فبيعانوا موضوع التسويق وتحكم التجار بالسوق. السوق عم بتحكم فيه التجار، مو أنت ولا المستهلك، أما التاجر هو اللي عم بتحكم بالسوق. فأنت لما عم تقطف إنتاجك عم تتفاجأ أنه هذا الإنتاج اللي عم تقطفه أنت أما يغطي لك التكاليف والمصاريف تشيل أو ما بغطي لك. فأنت لحتى تطلع من هاي الدائرة فلازم تحول إنتاج من المواد خام إلى مواد صناعية، والطريقة سهلة كتير سواء كان مشروع صغير أو مشروع كبير. سواء كنت أنا فلاح عندي أرض زراعية صغيرة، ممكن أحول إنتاجي كله إلى مواد صناعية غذائية وبيعها بالسوق، وبالعكس أنا ألاقي السعر المناسب لي والمربح المناسب لي وما أجد صعوبة في موضوع تسويق الإنتاج. فلذلك ننصح نحن أنه تحويل المزارع أو المستثمر منتجاته من مواد خام إلى مواد صناعية. يعني مثال، لو كنت أنا فلاح عندي أرض زراعية زارع فيها طماطم بندورة، تمام؟ فلما قطفت الإنتاج وجدت السعر في السوق موجود كميات كبيرة والسعر قليل جدا، يعني ممكن يغطي لي التكاليف، ممكن أربح شيء هامش ربح بسيط، فليش ما بحول هذا المنتج إلى صلصة طماطم أو مربى البندورة؟ يعني كل دولة تختلف اللهجة، أو دبس البندورة. طريقة سهلة، وأغلب الفلاحين وأبناء القرى بيعرفوا كيف يحولوا، يطبخوا أو يحولوها أو يطبخوها عن طريق الشمس أو عن طريق الطبخ، يحولوها إلى صلصة بندورة. فأنا صلصة البندورة سعرها مطلوبة في السوق وسعرها مرتفع، وبقدر أبيعها في أي وقت. يعني مقدر أنا أخزنها عندي وأستنى أشوف السعر المناسب وأبيعها. ما بين لو كان عندي منتج خام فأنا مضطر أسوقه بأسرع وقت ممكن، حتى لما أضطر أحطه بالبرادات يحتاج لتخزين حتى ما يفسد عندي. ما بين لو أنا حولته لسلعة صناعية غذائية، فأنا بتحكم بالسوق وبشوف السوق المناسب لي. لو أنا عم بنتج خيار، عم بنتج فليفلة، ممكن أحولها إلى مخللات ما تحتاج. لو كانت مزرعة صغيرة يعني السوق الشعبية كله بياخد هاي المنتجات من دون علامة تجارية، الموضوع بسيط. لو كنت أنا ما عندي مستثمر وعندي مزرعة كبيرة، ممكن أنا أساوي العلامة التجارية وأساوي الرخص في هذا الموضوع، موضوع بسيط جدا وسهل وأحوله. لو كان عندي مزرعة تفاح ممكن أحوله إلى خل تفاح أو إلى مربى التفاح،
لو كان عندي مثلا مشمش، دراق، احوله الى مجفف، كان عندي عنب احوله الى زبيب. فموضوع تحويل المنتج من ماده خام الى ماده غذائيه صناعيه بتزيد عندي نسبه الربح اضعاف، وبتزيد عندي نسبه الدخل في المزرعه. فنحن على طول بنصلح المستثمرين انه يحولوا المنتج الى منتج غذائي، مو منتج خام الى منتج غذائي. طبعا العمليه سهله كثير، كل منتج زراعي ممكن تحويله الى منتج غذائي، ما في منتج ما يمكن تحويله الى منتج غذائي. سواء كان فراوله ممكن انا احوله الى مربى الفراوله، اي شيء ممكن انا احوله الى منتج غذائي، وحتى بتخزن معي سنة وسنتين وأنا ببيعه بأعلى سعر ممكن في السوق، ممكن أصدره، ممكن أبيعه بالسوق المحلية. فموضوع تحويله لمنتج غذائي موضوع سهل كثير، لكن يحتاج إلى بعض الخبرة البسيطة في عملية التصنيع، يحتاج إلى مكان بسيط ضمن المزرعة أو ضمن الأرض أو ضمن البيت أنه أنا أصنع أو أحول هذه المواد إلى مواد غذائية. فنحن ننصح على طول المستثمرين أو الفلاحين أنه يا أخي منتجك لا تبيعه يعني بالسوق بشكل منتج خام، حوله إلى منتج صناعي إذا كنت عندك القدرة أنك تحوله وبيعه، استفادتك أضعاف. يعني ممكن توصل يعني الربح إلى 30 و40 و50%، ما بين أنت لما بتبيعه كمادة خام بالسوق ممكن تجيب رأس مالك، خاصة بتقلب السوق اللي عم نشوفه نحن وتحكم التجار، وخاصة إذا ما كان عندي مجال إنه أصدر هاي المواد، موضوع التصدير وهالأمور كلها. فأنا ليش ما بحول منتجي الزراعي إلى منتج صناعي؟ والطريقة سهلة كتير وبستفيد. فهذا الموضوع أي شخص، أي مزارع، أي فلاح، أي مستثمر بيقدر يحول منتجه الزراعي من منتج خام إلى منتج صناعي بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.